سائل يقول: ما التعامل مع المبتدع بدعة مكفرة؟ هل يجوز هجره؟ ما التعامل مع المبتدع بدعة مكفرة؟ هل يجوز هجره؟ بلا شك، إذا لم ينتهي ولم يترك البدعة يجب هجره والابتعاد عنه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ولكن من يحقق هذا؟ لأن بعض الأخوان يحكم بالبدعة على كل شيء يجهله، فلا بد أن يتحقق أنها بدعة وأنها كذا بالدليل، بدعة بالدليل. نعم، أحسن الله إليكم. بعض الأخوان يبدع بعضهم بعض بدون دليل وبدون، بس بمجرد المخالفة. نعم.